السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نبدأ نوجد الامتحان الوطني في مادة الفلسفة وما عارفش منين غنبدأ. هذه من مجموعة من الأسئلة اللي كتطرح يوميا، يعني اللي كتجيني في عبر الخاص. بزاف كيسولوني منين غنبدأ الفلسفة، اشنو غنراجع فيها، كيفاش غنراجع، شنو الحوايج اللي غنركز عليهم في هذه المادة هذه. الو غاد الفيديو هذا كيهمكم ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نوضح لكم جميع هذه الامور، يعني ما يبقاش مشكل عندك في هذا الاتجاه هذا. الو غنبداو. اول حاجة غادي نحتاجو في هذه الطريقة الفعالة للمراجعة الامتحان الوطني مادة الفلسفة. الو اول حاجة غادي نحتاجو هي ان كل درس خاصك تحاول تكتبو في واحد الورقة. يعني كنفضل تشريو دوك البطاقات اللي كيتباعو، يعني البطاقات الملونة. كل ورقة حاول تكتب فيها واحد الدرس من الدروس. الو غنبداو بالدرس كيفاش نكتبوه. الو كل درس كمثال عندنا مجزوءات الوضع البشري، نكتبو العنوان تاع مجزوءات الوضع البشري، من تحت منها نديرو واحد المقدمة بسيطة ديالها، مقدمة اللي غادي نقدرو نستعملوها في جميع المحاور ديال المفهوم الشخص. يعني نكتبو عنوان المجزوءة اللي هي الوضع البشري، من تحت منها نكتبو مفهوم الشخص يعني الدرس الشخص، تحت منها نكتبو واحد المقدمة اللي نقدروا نستعملوها في جميع المحاور. يعني اي محور تحط لنا في هذا المادة في هذا المفهوم هذا غادي نجاوبوا عليه من خلال ديك المقدمة. الو الفلسفة راه ماشي ديال الحفظ، بزاف كيحسب ليهم ماشي الفلسفة مادة ديال الحفظ. راه الفلسفة 80% فهمة، يعني لا فهمتي راه كافي بلا ما تحفظ. يعني الحاجة الأساسية اللي كتعتمد عليها الفلسفة هي الفهم، يعني من خلال الفهم كتحاول توسع من خلال التعبير الخاص تاعك. الوغ كيف ما قلنا نشدو واحد الورقة وتذكرة ولا بطاقة ولا كيما كانت، نحاول نكتبو عنوان المجزوءة كمثال عندنا الوضع البشري، من تحت منها نكتبو واحد المقدمة اللي يمكن لينا نستعملوها في جميع المحاور ديال داك المفهوم. يعني نكتبو مقدمة ونكتبو الصيغات الإشكالات اللي غادي نحتاجوهم، من تحت منها دوك الإشكالات يكونوا بلون مغاير يعني باش تسهل علينا القضية. يعني إن فوا نشوفو دوك الإشكالات بلون مغاير غيتوضح لينا الأمر. من تحت دوك الإشكالات غنديرو المواقف الفلسفية، يعني المواقف ديال كل محور. مواقف فلسفية ما كنحفظوهمش ولا نحاولو نكتبوهم كيما هما. المواقف الفلسفية كيتلخصو، يعني كاينة طريقة باش كنلخصو المواقف الفلسفية. ان شاء الله غتلقاو اللين تاع في الديسكريبسيون هذا، يعني اللي بغى الطريقه باش نلخصوا المواقف الفلسفيه القى الديسكريبسيون. يعني كنحاولوا نلخصوا في داك الموقف في واحد العنوان رئيسي بسيط، يعني من خلال داك العنوان كنقراو. كمثال عندنا جون لوك كيقول لنا ان الهويه الشخصيه تتاسس على الشعور والاراده. يعني من خلال داك العنوان داك الموقف نكتبو جون لوك يساوي الشعور والاراده. يعني من خلال هذاك العنوان اللي نشوفو غادي نفهمو علاش كيهضر، يعني غادي نحاولو نتوسعو في الفكرة. الوغ كيف قلت لكم عنوان المجزوءة من تحت منها المقدمة، المقدمة فيها الإشكالات بلون مغاير باش يتوضحو لينا، من تحت منها المواقف الفلسفية، من تحت المواقف الفلسفية غادي نكتبو المفاهيم اللي كاينين في ديك المفهوم في داك الدرس، يعني جميع المفاهيم اللي غادي نحتاجو. يعني قلت لكم يعني اللي نحتاجو مقدمة، نحتاجو مواقف فلسفية، نحتاجو المفاهيم الفلسفية، يعني هادشي اللي غادي نحفظو. كنفضل انا تقراو مزيان، يعني قراءة اولى وثانية وثالثة ورابعة حتى يترسخ لكم داكشي في الدين تاعكم. يعني ما تحاولوش تحفظو، الحفظ راه ما كينفع والو. حاولوا تقراو المواقف الفلسفية يعني اكثر من مرة وغادي يترسخ لكم في الدين تاعكم. يعني ولا درتو الطريقة اللي قلت لكم ديال التلخيص غادي تسهل عليكم القضية. يعني كل موقف كنحاولو نخصوه في واحد العنوان رئيسي. الوغ كل درس غادي نحاولو نديرو ليه هاد القضية هادي، مقدمة، إشكالات، مواقف فلسفية، ونحاولو نكتبو تحت منها المفاهيم الفلسفية. وآخر حاجة اللي غادي نحتاجو هي المنهجيات، خصنا ندربو على المنهجيات. يعني من خلال هاد الخلاصة اللي غادي نعطيو كل درس نحاولو نكتبو المنهجيات ونفهموهم، يعني المنهجيات شنو غيطبق فيها. يعني من خلال هاد المنهجيات هادي غادي نحاولو نخرجو الامتحانات الوطنية تاعنا. يعني هادشي اللي غادي نحتاجو مقدمة، إشكالات، مواقف فلسفية،
والمنهجية والمفاهيم الفلسفية والمنهجية، يعني هادشي اللي تحتاج في الفلسفة. ان شاء الله نتمنى يكون توضح لكم الامر يعني بخصوص هذا الموضوع هذا. الوغ الناس اللي يبغاو الطريقة ديال تلخيص المواقف الفلسفية غيلقاو اللين تاع في الديسكريبسيون هذا ديال هذا الفيديو هذا. الناس اللي مازال ما اشتركوش معنا في القناة يحاولوا يشتركوا باش يبقاو يتوصلوا بجميع الفيديوهات اللي كنديروا وجميع الدروس. الوغ نتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق لكم ان شاء الله.